بارك إلى هنا كل حين الآن كل أوان وإلى ذهن الجاهلين. آمين. نحن في فترة الميلاد، ومهما قالوا الناس واختلفوا في عيد الميلاد فنقدر نقولها بدون أي ادعاء ولا أي فخر زائد إنه البشرية كلها تحتفل بميلاد المسيح كل يوم. يعني زي ما بقولوا بالمصري ما فيش فايدة، كل ما بتطلع على التقويم بتقول اليوم قديش، اليوم قديش بالشهر؟ 16/1/2012 في مئة شعاريم ولا في ألاسكا ولا في مكة؟ 2012 ما فيش فايدة، لا هرب من ميلاد المسيح. بعدين في هذا اللقاء راح نشوف كيف صار هذا الحساب الميلادي، وبدنا كمان يعني بدنا نكون نطلب من ربنا نكون ككل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقا. من كنز ربنا دائما احنا ايش بنكتشف اشياء جديده، كثير من الاشياء الجديده هي قديمه بس بالنسبه لنا هي جديده. زي بيقول عن هذاك الخليل اللي شاف واحد يهودي راح ضربه، يعني قتل موت تقريبا، وملك ليش عملت فيه هيك؟ قال له ما هدول جماعة قتلوا صلبوا المسيح. قال له بس هي تعرف يعني إذا في كتير أشياء قديمة بالنسبة لنا إيش جديدة. وبرجع بقول اللي حكيته في لقاء سابق في بيت لحم، إنه مسؤوليتنا إحنا الكهنة إنه نخدمكم ثلاث خدمات. خدمة المقدسات يعني المعمودية، الزواج، قربان الأقدس، الاعتراف، الزواج والكهنوت نفسه. بعدين خدمة الإدارة، إدارة شؤون الرعاية والكنيسة. وثالثا خدمة التعليم، التقديس، الرعاية، التعليم. هلا التعليم في خلل، التقديس ماشي فينا وبلانا، يعني مهما كان الخوري العماد بيكون صحيح ولا لا، الميرون بيكون صحيح اذا في خلافه رسوليه. الرعايه اداره، ممكن تختلف الاداره، هدول موفقين في ادارتهم لرعاياهم، هذا غير موفق. ولكن عندنا خلل بصراحه، وين خلل؟ نقص في التعليم، يا في اهمال هون يا في عدم تجاوب هون، ايد واحده ما بتزقفش صح ولا لا. فبدنا ايش؟ بدنا انه بهالجامعه الحلوه خصوصا من مدينه حقل الرعاه، الرعاه كانوا سهرانين ما كانوش نايمين، لانه لو اجى الملاك وهم نايمين كان حلم بالمسيح، حلم الرعاه كانوا سهرانين. شو بقول لكم؟ الرعاه ايش كانوا؟ يسهرون. بيت سحور يعني اما بيت السهر او بيت ساحور يعني بيت السحرة يعني بيت المجوس. اذا مهما اخذنا كلمة بيت ساحور، وين مركزها؟ ميلاد المسيح. بيت لحم مركزها ميلاد المسيح، وبيت ساحور مركزها ومحورها التاريخي هو ميلاد. تفضل دكتور نقرا متى، طبعا تحيه خاصه لابونا حنا، متى فصل 2 ايه 1 وتابع. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك، اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم. زي ما بلاحظ ابونا بالنص اليوناني يسوع ينثندس، يعني عندما ولد يسوع
أتى مجوس من المشرق. الجملة الأساسية اللي هي طبعا الجملة الفعلية إيش؟ أتى مجوس من المشرق. فيتكلم يعني يكتب القديس متى بإلهام من الله وحي منه تعالى عن ميلاد المسيح بطريقة إيش؟ بطريقة عابرة. كأنه شو أهم شيء بالجملة؟ المجوس أتى المجوس. ما بعطيناش لا متى ولا لوقا ما بيعطونا تفاصيل عن ميلاد السيد المسيح. ولد المسيح غريب ولا مش غريب؟ كمان في لوقا. في لوقا ايش قلنا؟ قلنا تمت ايام ولما كانوا في بيت لحم تمت ايام ولادتها فولدت ابنها البكر. البكر يعني فيش قبله، مش معناه انه في ناس بعده. فلفته ورجعته في مذوده سلامتك وتعيش جود نايت ارين جود نايت. في تفاصيل؟ مش تفاصيل. غياب التفاصيل عن اكبر واهم ميلاد في العالم بدلنا على ايش؟ انه الكاتب صادق ولا كاذب؟ شو رايكم؟ لما بحكينا عن حادث اعظم ميلاد، اعظم مولد في التاريخ وما اعطيناش تفاصيل. انه صادق لانه يعتبر انه الكل بيعرفه. يعني مش بس هيك. انه يعني ما فيش داعي لذكره، يعني من كثر ما هو معروف انه يعني حكاها هيك يعني. لانه لو تاليف وتلحين شو كان جبار ويزيد بلدت وبعمل وبعمل. مين اللي بعمل هالشغل هذا؟ افتتذوا لي هذا نقوله باليوناني. مين اللي بعمل هالشغل هذا؟ الأناجيل المنحولة. الأناجيل المنحولة وفي كتابات أخرى مستمدة منها. في الأناجيل المنحولة بتعطينا إيش؟ تفاصيل ألف ليلة وليلة عن ميلاد المسيح وكيف كان مار يوسف متغلب وقول من وين نلاقي داي بهالوقت وكلهم مسكرين وكلهم معايدين. يعني كلها ايش؟ تفاصيل. تفاصيل طبعا اشي منها معقول وكمان اشي منها ايش؟ غير معقول. غير معقول. ماذا نستنتج؟ الاسلوب المقتضب. جملة هون على فكرة مش جملة، هون مضاف إليه باليوناني جينيتيف أبسوليو، صح؟ بميلاد يسوع في بيت لحم يهوذا. يا ريت دائما تكون هيك الترجمات، بيت لحم يهوذا، حتى ما نفكرش إنها أنا دائما بعيد هالقصة إنه اليهودية مش صفة هون، القدس العربية، القدس اليهودية، لا. بيت لحم يهوذا يعني هاي المنطقة كانوا يسموها يهوذا لأنه كانت فيها قبيلة يهوذا. سبط يهوذا. سبط يهوذا. نعم. بيت على فكرة كلمة شيفت بالعبري تعني سبط. سبط يعني عشيرة، ولكن أساسها شيفت يعني العصا. العصا اللي كان يحملها مين؟ رئيس القبيلة. عشان هيك المطران في الطقوس الشرقية إيش دائما؟ بيحمل العصا. العصا ليش؟ لأنه هو يعد رئيس قبيلة. شيفت بالعبري شيفت، أعطتنا بالعربي كلمة صبت. إذن طيب، إذن عندما ولد يسوع إذا مجوس جاءوا من المشرق. هلأ عندما ولد يسوع في بيت لحم أنتوا تقولوا لي طيب ليش بقول بيت لحم يهوذا؟ لتمييزها عن بيت لحم في الجليل، ولليوم في بيت لحم في الجليل. نعم، مش بعيد عن الناصرة في بيت لحم. على فكرة يبدو إنه في العالم ما لا يقل عن 25 مدينة تحمل أو قرية تحمل اسم بيت لحم. طيب بيت لحم يهوذا، هون ممكن نصطدم بكاتب زي إرنست رينو في كتابه فيديو جزوي حياة يسوع، بيقول إنه يسوع ولد في الناصرة مش في بيت لحم. شو عندنا إثبات إنه المسيح ولد في بيت لحم؟ برضو كان في مقال في جريدة القدس عن هذا الموضوع. أولا
العهد الجديد. طيب بتلاقي ناس عنا يقول لك انا بآمنش بالعهد الجديد، بدي براهين من وين؟ بخش كأنه الحقيقة على خاطره، تعرف كأنه الدنيا لما واحد يقول لك انا بدي برهان بس الشرط يكون من هذا المصدر. طب اذا ما فيش برهان من هذا المصدر، هاي في عندك برهان في بيت سحور ولا الله يرحمه؟ نعم. هل الحقيقة تعتمد على قراري انا ولا قراري انا بده يتمثل للحقيقة؟ شو رأيكم؟ انو اللي لازم تطيح الثاني؟ الحقيقة بدها تطيع شروطي انا ولا اللي انا بدي احكيه بده يكون مطابق للطبيعة؟ طبعا حل الثاني. يعني هل اذا انا بقرر الحقيقة المفروض تكون واضحة، الحقيقة هي بتقرر. اذا انا بقرر انه هاي الثلاجة ما راح تصير الثلاجة اكيد. اذا برضه بدنا نلحق العيار لباب الدار. برهان عمري ما حكيت عنه انه اعداء المسيح، طبعا اكبر اعداء المسيح لليوم بكره هم اليهود، ما حدا فيهم طعن في ميلاده في بيت لحم. يعني لو يسوع الناصري ما ولدش في بيت لحم وين كان بنلاقي هذا الكلام؟ عند اليهود في كتابات كتاب في التلمود في تولدوت ما يسموهنهم بيشو تولدوت يشو، ولا مسترجين يتخرفوا زي ما بتقولوا ولا كلمة ضد ايش؟ ميلاد يسوع الناصري في بيت لحم. وعندنا فعلا حوار او على الاقل مع الناس كل الحوار بين القديس يوستينوس. القديس يوستينوس هذا من مواليد نابلس، كان ابوه من قدامى الجيش الروماني وظلوا في هاي المستعمره الرومانيه. اذا نابلس محل ما باكلوا كنافه هون اسسوها الرومان، وشو سموها؟ نيابوليس. نيابوليس يعني المدينه الجديده، ونسبوها الى عائله فلافيا، فلافيا نيابوليس. طيب يوستينوس اذا ابن رومان، جنود رومان، يمكن اصل ابوه وثني. المهم هو اعتنق المسيحيه وكان فيلسوف كبير، وفي له حوار مع واحد يهودي اسمه تريفون. شو بقول له لتريفون؟ بقول له احنا مسيحنا ولد في مغاره بقرب بيت لحم. يعني في عندنا ذكر لايش؟ لبيت لحم وللمغاره. كمان اوريجانوس في القرن الثاني الميلادي، اوريجانوس اصله مصري، برضه بيحكي لنا عن المغاره. في عندنا كمان ادريانوس الامبراطور الروماني، هذا اصله اسباني، هذا كان بده يزيل كل اثر للمسيحيه ولليهوديه، ففوق مغاره الميلاد طلب انه ينزرع حرش، يعني زي غابه، لاكرام ادونيس. ادونيس حبيب فينوس، المعبوده فينوس اللي هي افروديت عند اليونان. بظن حكيت لكم قديش كان القديس يرونيموس اللي عاش اكثر من 32 سنه تحت مغاره الميلاد بين القرن الرابع، يقول انه بدل ما يسمع صرخات، يعني صدى صرخات الطفل يسوع، كنا نسمع انين، كان يسمع انين الوثنيين على حبيب فينوس. يعني زي ما بقولوا بالصعيدي كان يطق من الغيظ، القديس يرونيموس على التدنيس الوثني. وبعدين هذا اللي ساعد القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين إنه تتعرف على المكان. هل المعابد والأحراش الوثنية هي اللي حافظت على أماكننا المقدسة
وساعدت القديسة إيلانا اللي أجت من القسطنطينية مع اثنين مهندسين وقدرت إنه تبني هال الكاتدرائيات اللي بسموها باسيليكي، يعني نعم يعني كنائس ملكية. نعم. والله يا أبونا بدي أضيف الحديث للجامع جميع. علينا أن نسأل سؤال، المجوس اللي أتوا من الشرق ليسجدوا للملك المنتظر، هدول كانوا يعرفوا أن هذا الملك هو ملك سماوي ولا ملك أرضي؟ يعني نعرف التاريخ أنه زمان كانوا الناس يسجدوا للأباطرة، وخاصة في قصة نبوخذنصر مع الكمدانيين. أذن هل المجوس أتوا لأنه في حدث تاريخي بده يصير بدون ولد ملك ليس مخلص للناس، يعني مخلصهم من خطاياهم، ملك يعني راح يكون له شأن كبير؟ طبعا هذا الإشي أثر على هيرودوس لأنه بده يموت منه. السؤال الثاني اللي بدنا نسأله، هل المجوس هم قديسين؟ أتوا ليسجدوا لهذا الملك، هل هم قديسين ولا عبارة عن ناس منجمين زي ما بنسمع دائما في التلفزيون بيطلعوا منجمين وبقولوا لنا إنه بده يصير السنة هذه هيك 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 وكل بعض أشياء بتحدث هناك؟ فشو رأينا من المجوس؟ هل هم قديسين أم هم ناس علماء بيهتموا بعلم الفلك؟ وهل كانت نظرة المجوس للمسيح انه هو مخلص العالم من الخطية، يعني هو ابن الله كما تم بعد ذلك هذه التسمية؟ فياريت يعني نركز على هذا النقطة في بداية حديثنا عن الميلاد. بشكر ابونا حنا على سؤاله المزدوج، وبحب ارد من الليتورجية البيزنطية. مبارك انت أيها المسيح إلى هنا. معلش تعطونا الطربارية هاي اللي بتحكي عن المجوس إنه أن حتى أن الساجدين للكواكب عن طريق الكوكب عرفوك أنت يا شمس العالم. إذا خلينا ولادك أيها ولادك أيها المسيح إلى هنا قد أشرق نور المعنى على العالم، لأن الساجدين للكواكب تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل. مين هم هذول الساجدين للكواكب اللي تعلموا؟ إذن حسب نص الإنجيل الطاهر احنا بنعرف انه الليتورجية والتقليد المقدس بارادوسيس هي بتكمل ما ورد في نص الكتاب المقدس، مش انه نص الكتاب المقدس ناقص، ولكن نص الكتاب المقدس بيعطينا الإشي الجوهري الأساسي، وبعدين في تفكير الكنيسة آباء الكنيسة بيساعدونا في تفسير هذا النص. إذا نص الإنجيل المقدس واضح، متى 2 الآية الأولى، إذا مجوس قد أتوا من المشرق. معلش أبونا تركز لنا، شوف إذا الكلمة آناتولي ولا كلمة تانية؟ لا لا زي ما تفضلت أقول أبو آناتولون. أبو آناتولون. نعم. يرسول. نعم. إذا من بدك ترجمها حرفيا من المشارق. جمع آناتوليش آناتولون. طبعا بلاد الأناضول، مثلا بلاد الأناضول اللي هي اليوم في عندك وكالة الأناضول اللي هي وكالة تركية. شو تركية؟ يعني يونانية، لأنه أناتولي معناها إيش؟ الشرق. حلو هذا الأناتولون بالجمع، لأنه المجوس، مجوس على فكرة هي كلمة سنسك، كلمة من اللغة الفارسية البهلوية، تعني كاهن. ماخ باللغة الفهلوية تعني كاهن، الكاهن بالمعنى العربي يعني كاهن ومنجم اللي بتكهن. طيب اذا شغلتهم الفلك تشير الى بلاد فارس. طيب هداياهم في عنا
ذهب ولبان ومر. لبان ومر. اللبان والمر كانوا من أدوات السحر كمان. إذا لما يحطوها أمام عند قدمي الطفل يسوع معناها أنه هم إيش؟ هيبطلوا عن السحر والشعوذة. بعدين الذهب والبخور بالذات الذهب ولا هاي موجودة خصوصا هلا في البلاد العربية عندنا الذهب الأسود البترول. بس في عندنا اللبان والبخور هدول اللبان اللي هو البخور نفسه والمر. والمر هدول موجودين في شبه الجزيرة العربية. إذا بتقرأوا مزمور 72 شو بقول عن الملك المشيحاني اللي يرمز إله بدون علاته سليمان سيحيا ويعطى من ذهبي سبأ أو سيحيا ويعطى من بلاد العربي ذهبا. عشان هيك مش مشرق واحد عندنا أناتولون مشارق مشارق يعني إنه من بلاد العرب ومن فارس. فيش أي تناقض بما إنه عندنا هذا الجمع وليس أناتولي. ثانيا أنا كان بصراحة بدي إذا ماذا نستنتج من نص الإنجيل؟ شو هم سألوا؟ لأنه أنا غلبان ماليش دعوة. شو سألوا؟ أين المولود؟ هو ملك اليهود. معلش تعيدي لنا يا همس. أين هو المولود ملك اليهود؟ المولود فهمنا ملك اليهود صح؟ شو عرفهم إنه ملك؟ وشو عرفهم إنه يهود؟ ليش هم يعني سألوها بس سؤال؟ لأنه في الكواكب في عنا كوكب يشير إلى الشعب العبري وهو كوكب ساتورن. ساتورن ساتردي يوم السبت. شو ساتورن بالعربي؟ زحل. إذا الكوكب زحل يشير زحل ساتورن. شو يوم السبت بالانجليزي؟ ساتردي يوم زحل. اذا هاي عرفوا انه يهودي. طيب شو عرفهم انه ملك كوكب جوبيتر؟ جوبيتر اللي هو المشتري. كوكب جوبيتر هو كوكب الملوك. شو اله الشمس يعني معناه ولا لا؟ لا قلت استاذ الملوك. اذا الملوك هيو جوبيتر يعني المشتري وزحل. ما لما بلتقوا مع بعض كل 749 سنة بيكون في ضوء ساطع في السماء حتى وسط الليل. في سنة 7 قبل الحساب الميلادي اللي هي سنة ميلاد المسيح التقوا 3 مرات. يعني الظاهرة اللي بتصير كل 749 سنة في سنة ميلاد المسيح صارت 3 مرات. وعشان هيك عرفوا من لقاء هذول الكوكبين. أين التقى هذان الكوكبان؟ في مجمع الأسماك. احنا بنعرف انه مجمع الأسماك برمز لمين؟ السمك للمسيح. للمسيح. إذن أين المولود المسيح ملك اليهود؟ يعني وين مجمع الأسماك؟ ما فهمت شو هو؟ أي مجمع يعني نعم نجوم. مجمع النجوم. مجمع أيوة اسمه بيسلس يعني الأسماك. إذن وين صفين عنه؟ أين المولود مين؟ ملك المسيح ملك اليهود. كيف؟ كانوش المسيح. المسيح هاي ضمنا في مجمع الأسماء. طب ليش ما تجرأ متى وقال الإشارة؟ هو حكينا عن النجم وحكينا عن المشارق صح؟ هلا وين الإشي الحلو في الموضوع؟ طبعا كله حلو. طب يعني أبونا هل المجوس حلل كل هذا التحليل وأجبنا عن هيك؟ طبعا هذا غير عن إلهام من ربنا وحي من ربنا.
مش بقول أوحي إليهم ألا يعودوا إلى هيرودس ورجعوا بطريق أخرى إلى بلادهم. يعني في كمان وحي. يعني إحنا لما نقول إنه إلهنا مش إله موجود في السماء وهو لما بسحبنا عنده زي المغناطيس منفصل عن الأرض. إلهنا إله مرتبط ارتباط وثيق بالكائنات التي خلقها وعلى رأسها الإنسان. فالإنسان والظواهر الطبيعية اللي بتحدث على الكوكب الأرضي والظواهر غير الطبيعية مرتبطة أصلاً ارتباطاً وثيقاً بالخالق. فكل ظاهرة غير طبيعية بتحدث أو ظاهرة طبيعية بتحدث ما نظن إنه مرجعها عبارة عن تفاعلات مادية كما يفكر الماديين. هذه التفاعلات المادية مرضتها إلى الخالق، فأسبقية الخالق على المادة. وهذا سر من أسرار البحث اللاهوتي المسيحي اللي بترتبط تختلف فيه بعض الديانات الموجودة في هذا الزمان. يعني بالضبط إنه الله، طبعاً بدي أدقق في الكلام اللي تفضل فيه أبونا، إنه الله أراد أن يكون له علاقة بالخلائق، مش هو تعالى مرتبط بالخلائق، والخلائق هي مرتبطة فيه، وهو حب إنه دائماً إيش يكون له علاقة معها، مش إله مستقل ما بيهتمش بخلائقه زي ما كان يتوهم أرسطو طاليس، يقول إنه الله هو ديميورغوس هو الخالق، مش من قيمته إنه يعتني بخلائقه. واللي تفضل فيه كمان الأب حنا بيحكي بالحرف الواحد أو تقريباً قداسة البابا الطباوي يوحنا بولس الثاني في حديث مع صحفي فيتوريو ميسوري في كتاب اسمه العبور إلى الرجاء فاركاري لا سوليا ديلا سبيرانسا صفحة 104 بالإيطالي وتابع، شو بقول لك؟ المسيحية دين خلاص حيث الله هو عمانوئيل. شو يعني عمانوئيل؟ الله معنا. بينما في عقائد وديانات ثانية الله سامي ولكن لا علاقة له، بقول بابا احنا وستك بمأساة الإنسان بحيث أنها ليست ديانات خلاص. هلأ إذا بدنا نركز مع بعض، أين المولود؟ مين؟ ملك اليهود. شايفين بداية حياة يسوع؟ خلينا نيجي لواحد وثني تاني، وثني اللي حكم على يسوع بالموت، شو حق؟ هذا هو ملك اليهود، يسوع المسيح الناصري ملك اليهود. شايفين؟ يسوس بدينا مع يوداو يوديورو هذا باللاتيني يسوس كريستوس ريكس يسوس نازارينوس ريكس يوديو. يعني بدينا بوثنيين بقولوا ملك اليهود وانتهينا كمان بإيش؟ بوثني من باب المسخرة والتمكلز والتندر إيش حق؟ ملك اليهود. إذن ماذا أدرك المجوس؟ نفضل نسميهم علماء المشرق أو علماء المشارق. ماذا أدركوا؟ إنه في ملك ولد. فما تزعلوش، حتى عند الرومان كان في نبوة هيك قبل القرن الميلادي الأول. ومين كان عارف هاي النبوة؟ كمان يوسيفوس فلافيوس. مين يوسيفوس فلافيوس؟ هذا يهودي، يبدو إنه كان من كفر يسيف ربما في الجليل، كان عارف هاي النبوة. يعني شو كان مكتوب؟ سيأتي من يهوذا مخلص العالم أو ملك العالم. الرومان كان معهم خبر. مع الأسف شو عملوا اليهود وبالذات فلافيوس يوسيفوس وغيره؟ قالوا ملك العالم هذا اللي بده يجي مخلص العالم بده يجي من اليهودية، هذا روماني وثني طبعا، بس كانوا يفتخروا بوثنيته.
هذا روماني وثني هو راح يصير امبراطور، وطبقوها على تنين اللي هو فيسبازيانوس القائد، فيسبازيانوس اللي هو اول واحد حاصر المدينة المقدسة، وبعدين ابنه تيتوس، لانه فيسبازيانوس هو اللي حاصر المدينة المقدسة واجا وهو بحاصرها اجا خبر انه مجلس الشيوخ الروماني انتخبوا امبراطور، فترك المهمة لمين؟ لابنه تيتوس، وبرضه بعدين تيتوس ابنه صار امبراطور. فشو قالوا؟ النبوة هاي تنطبق على مين؟ على فيسبازيانوس وتيتوس، انه من يهوذا يأتي خلاص العالم. طيب ما هدول رومان، هدول راحوا بس على على ارض يهوذا، راحوا بس في سبيل ايش؟ يحتل الاحتلال العسكري يعني. اذا بعدين بيكون لما بيقول نرجع لنص الانجيل الطاهر، سجدوا له وقدموا له هداياهم، وقت اباء الكنيسه بيقولوا لنا الذهب لانه اله، الذهب لانه ملك، والبخور لأنه إله، لأنه إله، والمر لأنه رحيم، والمر لأنه رحيم. إذا صار في كل هذا بالوحي الإلهي. أما إذا كانوا قديسين ففي عنا برضو بالأناجيل المنحولة، خصوصا الإنجيل الأرمني للطفولة، يعطونا أول شيء إنهم ثلاثة كانوا. طب ليش ثلاثة؟ حسب الهدايا. وبيعطونا كمان أساميهم، تعرف الأرمن شاطرين بيطلعوا لهم أسامي، كاسبار وملكيور وبلتازار، كاسبار وملكيور وبلتازار. فحسب التقليد ممكن إنه نعتبرهم قديسين، بس ما فيش عنا على الأقل في الطقس اللاتيني عيد لعلماء المشرق. تفضل أبو الخولي. نعم. بيكون معهم خبر المجوس قبل مولد المسيح بشهر أو بشهرين، لأن في المعاد وهو تقدموا له الهدايا، طب المسافة من هلا لغاية بتا شهرين مشي. بالضبط. معناه معها الخبر قبل ما يولد المسيح، مع ولود المسيح وسو يجوز قبل الخبر بشهرين يعني. إذا إحنا عندنا هاي قبل ما يولد الله ملهمه. إذا من ناحية فلكية، ناحية فلكية في عندنا تقويم فارسي، تقويم فارسي، وأكد عليه كمان عالم الفلك كيبلر، عالم الفلك كيبلر برضه أكد عليه إنه هاي الظاهرة ظهرت ثلاث مرات في سنة واحدة. معناه في سنة واحدة عندهم وقت إنه تظهر هاي الظاهرة الغريبة، وبعدين إنه إيش؟ إنه يجوا وكمان بوجودهم تعاود تظهر كمان مرة زي ما نقرأ في الإنجيل. بس هو كمان ممكن يكون عمره أكثر من أشهر يعني، لأنه هو هيرودس أمر إنه أقل من سنتين يوصل، معناته احتمال يكون الولد عمره بحدود السنتين، لأنه في كل هاي يعني في معهم وقت إنه أجوا قطع المسافة. عشان هيك اللي احنا نقدر نستنتجه واللي هو معروف على مستوى التاريخ انه السيد المسيح فعلا ميلاده تم سنة 7 قبل الحساب الميلادي، لانه الراهب اما كان ارمني او بلغاري اللي هو ديونيزيوس، هذا راهب عبقري، البابا يوحنا الأول طلب منه أنه يحسب التاريخ، يعني يعمل التقويم البشري انطلاقا من ميلاد المسيح، مش من تأسيس مدينة روما الوثنية. يعني حسب هو أنه المسيح ولد سنة 753 من تأسيس مدينة روما الوثنية، ولا من ابتداء ملك ديوكليسيانوس. ديوكليسيانوس كان بعيد منكم يعني مجرم كبير واضطهد المسيحيين بشكل، فبعبقرية البابا يوحنا الأول والراهب ديونيزيوس يعني قدرنا نحسب السنوات هلا بناء انطلاقا من ميلاد المسيح. فزي ما قلنا في 6-7 سنوات فرق. ليش 6-7 سنوات فرق؟ لأنه هيرودس مات سنة 750 من تأسيس مدينة روما. طيب توافق أي سنة
لما عمل الحسابات الراهب طلع انه هيرودس الكبير مات سنة 4 قبل الميلاد. طيب المسيح كان مولود، معنى 4 زائد 2 زائد 2.5، هينا وصلنا لوين؟ لسنة 7 قبل الحساب الميلادي، هاي السنة اللي ظهرت فيها كل هاي الموضوع. أبونا إمتى حط التقويم هذا؟ يعني وين ميلادي؟ 500 يعني طبعاً بعد ما حط التقويم وقال إنه المسيح ولد سنة الصفر. هاي كانت نعم سنة 527 للحساب الميلادي، يعني في القرن السادس شو اسمه الراهب؟ الراهب ديونيزيوس الصغير. إذن هل المجوس؟ طبعا احنا نحتفل بعيد ظهور الرب. هلا في ناس بتفلسفوا برضو بتمكلزوا بقول لك المسيح ما ولدش في 25 كانون الاول. بلاش يا عمي، على فكره الكنيسه ما بتقولش انه المسيح ولد في 25 كانون الاول، هذا احتفال سنوي بميلاده. احذروا امتى او بديش اغلبكم، في بعض كنائس الشرق كانوا يحتفلوا في عيد ميلاد المسيح ب6/1، 6 كانون الثاني يناير. ليش؟ لأنه في سفر التكوين في اليوم السادس الله خلق الإنسان، يسوع هو الإنسان الجديد، يسوع هو آدم الجديد. ففي بعض كنائس الشرق قبل ما روما تعممها على كل الكنائس، أو حتى بعد فترة حتى بعد تعميم روما لتاريخ 25/12 كانوا يحتفلوا إمتى؟ 6/1. طبعاً 6 زائد 13 صفي إيش؟ 18/1 اليوم، يعني إمتى؟ 19 يعني 18 19 اللي هو نفس عيد ايش؟ الغطاس. هلا ويبدو انه عيد الغطاس شو اساسه؟ اساسه عيد ظهور الآلهة، مش عيدنا عيد وثني، لا تاريخه كان عيد ظهور الآلهة الوثنية. بنفس الوقت عيد النور، لأن تلاحظوا بهالفترة النهار بيطول. فالكنيسة الشرقية حذفت عيد ظهور الآلهة وحطت عيد ظهور الرب. إذا عيد الميلاد 25/12 الفضل فيه، إذا بدنا نسميه فضل للكنيسة الغربية، كنيسة روما إنها حذفت ألغت عيد الشمس وعيد الإمبراطور، وعيد الظهور ظهور الرب إبيفانيا الكنيسة الشرقية الله قدرها وايش حذفت؟ الغت العيد الوثني. هلا في بشر بدون مؤاخذه عندهم عيد منكم سوء نيه، او في ناس عندهم حسن نيه بس فتلان في المخ ولك معناها هي اعياد وثنيه. مش هي اعياد وثنيه بالضبط، هي ايش انعملت؟ محل الاعياد حتى تحذف، هي حذفت الاعياد الوثنيه. يعني لو احنا ما قلنا لكم انه كان في اعياد وثنيه كان ما معكم خبر. لو الكنيسه وثنيه كان ايش؟ كان خلت ايش؟ 25/12 عيد ميلاد الشمس والامبراطور، 6/1 عيد ظهور الالهه، صح؟ ولكن بالضبط زي ما تقول في شارع وقت الاحتلال، وقت الاحتلال اجي سموه شارع موشي ديان. طيب لما خلصنا من الاحتلال بدنا ننسى في الشارع كيف؟ ايش بنعمل؟ بنسميه شارع موشي. اذا احنا يهود صهاينه بنسميه شارع موشي ديان. تاخذ ايش على الحلقه هاي حتى نعمل نوع من التنويع احسن ما ينعسوش اللي بيشاهد. تعال في رام الله، رام الله سمينا شارع ابونا عياد، ابراهيم عياد، قبل ابصر شو باقي اسمه. نفس العمليه، كل ما يجي جيل ناس وطنيه يجي بسموا ناس وطن، وبتحذف اللي قبله، خصوصا لما اللي قبله مربوط بالاحتلال او بالوثنيه. فهذا حلو الاشي نعرفه.
المسيح ولد وعندنا شهادات على ميلاده. بتعرفوا الشهادات على ميلاد المسيح؟ شهادات يعني كتابات وثنية ويهودية عن ميلاد المسيح. وين موجودة؟ موجودة في كتاب تاشيتوس، تاشيتوس كتاب الحوليات، هذا روماني كتب 115. يقول ييه 115 توفيش معنا، المسيح مات سنة 30 ولا لا؟ تاشيتوس نفسه في كتاب الحوليات بيستشهد في مين؟ في إبلينيوس الكبير. إبلينيوس الكبير أو إبلينيوس الشيخ، هذا عمل كتاب اسمه هيستوريا، التاريخ. ومين هذا؟ شو محله من الإعراب إبلينيوس الشيخ؟ هذا كان مرافق، كان مع فيسبازيانوس وقت ما حاصر القدس سنة 76، سنة 67. معناه اللي كتبه تاشيتوس يستند لمين؟ لكتاب التاريخ، لإبلينيوس الكبير. إبلينيوس الكبير. تقول لي طيب إبلينيوس الكبير، طيب في كمان إبلينيوس الصغير ولا لا؟ طيب اسمعوا شو قصة إبلينيوس الصغير، كلمتين عنه. لأنه في ناس برضو من جماعة جاهل ما شافش حاجة ولا غيرهم، ولا الكنيسة هي اللي اخترعت في مجمع نيقيا مع امبراطور قسطنطين، اخترعت ألوهية المسيح. نحكي لهم هاي الكتاب المقدس بالآية تفسروها زي ما بدهم، وكان الكلمة إلها. نذكر أبو جورج أفلامه، طيب معهمش خبر بكولوس 2:9 في المسيح يسكن كل ملء له جسديا كاتيكي بانتو بليروماتستيو تيتوستيسوماتيكوس. هاي طيب خلينا ناخذ البرهان من وين؟ كتاب من الوثنيين. حكيت لكم عن مين؟ إبلينيوس الصغير. هذا كان والي حاكم. وين في بيتينيا؟ بيتينيا آسيا الصغرى. بيعمل تقرير عن المسيحيين، تذكروا هذا التقرير؟ لأنه أجتهم وزع على المسيحيين، وزع جوز يعني بالإنجليزي، وزع ولا بطة، راحت له وزع على المسيحيين إن هذول قتالين قتلة مجرمين بعيد منكم. عمل إيش؟ زي أبو كلبشة تحري، عمل تحريات عليهم. بعد هالتحريات شو كتب للإمبراطور؟ هالمرة مين كان إمبراطور؟ تريانوس. إمبراطور تريانوس. الحكي إمتى؟ شوفوا العبكرية تبعتي إن حفظ حافظ التاريخ. سنة 111 شوف العبكرية. واحد. سنة 111 إبلينيوس الحاكم، إبلينيوس الصغير. تنسوش إبلينيوس الكبير كان مع مين؟ مع فيسبازيانوس وقت ما حاصر القدس. هلا مين نيجي على إبلينيوس الصغير؟ شوف بقول له يا عم المسيحيين هذول جماعة محترمين، بيقسموا انه لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، بس فيهم شغله واحده غريبه. مين منكم تذكرها؟ بيجتمعوا يوم الاحد الصبح في ايام محدده، يجتمعون قبل طلوع الشمس زي ما بيقولوا باللبناني قبل الضوء، وينشدون للمسيح كإله. إذا هاي عنا إيش؟ شهادة إنه المسيحيين كانوا آمنوا بإيه؟ بألوهية المسيح، لا الإمبراطور قسطنطين اخترعها ولا مجمع نيقيا، شهادة من واحد وثني إبلينيوس الصغير للإمبراطور تريانوس سنة 111. طيب إذا بديش أطول أكثر في الكلام، سوى إنه أهمية ميلاد المسيح في التاريخ. يوسيفوس فلافيوس برضو بيحكي عن المسيح، يسوع الملقب المسيح، وفي عنا شهادات أخرى. المهم زي ما قال الأخ عيسى قبل ما بدينا هذا اللقاء، المهم كمان إنه نور المسيح يشع وين؟ في قلوبنا. المسيح يولد في قلوبنا ونوره يشع في قلوبنا. تفضل أبونا. سؤال أخير يعني حكينا، يا ريت نعاود نذكر فيه، هل ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد بالجسد
هل هو ضرورة لخلاص العالم أم هو محبة للعالم أم هو يعني بين هذين السؤالين بسبب خطيئة آدم؟ ربنا مش مجبور في شيء. الله احنا نعرف انه الله حكمة والله محبة. فالله بإمكانه يخلصنا من دون تجسد، وبإمكانه يخلصنا حتى ولو تجسد من غير آدم. ولكن الجواب جواب أعمق يعطينا إياه القديس بولس إذا بحب الأخ عيسى يساعدنا في رسالة آل فيليبي الفصل الثاني آية الفصل الثاني يعني أي أول واحد بلاقي بعد أي مفهوم أي الدكتور أتفضلي أخت أم أمير بس لو ترفع صوتك شوي بس أي آية آية ثلاثة وتابع تفضلي منزلين عن التحزب والتباهي متواضعين في تفضيل الآخرين على أنفسكم ناظرين لا إلى منفعتكم بل إلى منفعة غيركم فكونوا على فكر المسيح يسوع هو في صورة الله هاي المسيح يسوع في صورة الله إن مر في ثوي بارخون يا ريت أبونا تقدر تتأكد من الحكي اللي أنا بحكيه ولا لا إذا فيليبي فصل 2 آية 4 وتابع بقرأ أبونا أسئلة أبونا أسئلة أبونا حنا يعني كثير دقيقة ومهمة جد بدك جواب عليها طيب إذا تفضلي عندنا إنه خلي فيكم فكر المسيح طيب المسيح هلا بدنا نشوف راح تشوفوا نزول يعني هيك فيليبي فصل 2 آية 4 معلش تعيني لنا الآية اللي قبلها عن التحزب والتباهي ناظرين في تفضيل الآخرين على أنفسكم تفضلوا ناظرين لا إلى منفعتكم بل إلى منفعة غيركم نعم فكونوا على فكر المسيح يسوع هو في صورة الله نعم ما اعتبر مساواته لله غنيمة أوك أربع مر يعني ما اعتبرش صلبطة أو اختلاس مساواته لربنا هاي آية يشهد هو بحرفها على الفكرة تفضل بل أخلى ذاته واتخذ صورة العبد هاي اللي بسموها الكينوسيس يعني فرغ حاله نعم صار شبيها بالبشر وظهر في صورة الإنسان تواضع أطاع حتى الموت على الصليب وين نزلنا في أتعس من الموت في أتعس من موت الصليب هلا بعد شوي راح يصير الارتفاع لذلك رفعه الله أعطاه اسما فوق كل اسم نعم شكرا إذا ماذا نستنتج إنه المسيح عنده كامل الطبيعة الإلهية نرجع على يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة وهو طوعا ما حدا غصبه ما كانش فيه ولا أي ضرورة أراد أن من زي ما نقول بعرض الدارج يتنازل أراد أن يخلي ذاته أراد أن يطيع إذن هي الحرية الكاملة اللي بتمتع فيها السيد المسيح برضه في إنجيل يوحنا شو كان يقول يسوع لي سلطان أن أبذل حياتي ولي سلطان أن أستردها ما حدا جابره بس في إشي حلو في الدنيا وإنتوا بتعرفوه في العائلات خصوصا اسمه المحبة أو الحب الإنسان ما بكون مجبور يعمل إشي أو ليش إنتوا
تعتنوا في أولادكم؟ هل أنتم بتعتنوا فيهم لأنه مجبورين ولا بوقع عليكم سيف ولا المحبة هي اللي بتخليكم تعتنوا فيهم؟ المحبة. إذا في قوة المحبة وليس محبة القوة. نعم كان في الأخت تفضلي. جزء كمان فلسفة من ربنا إنه هو أجا يعني بأحقر صورة لأنه يعطي تعزية للفقير وللي ما حدا دار فيه، بس لو أجا هو ملك والناس بس الأغنياء بحسوا حالهم إنه هذا ربنا أجا بس إلنا للناس الأغنياء وللملوك، بس هو أجا في يعني سوى حاله بكثير متواضع عشان يعطي عزاء للفقراء ولل هذا زي بالضبط زي لما احنا مثلا ليش كثير مرات احنا كشعوب مثلا مع حكامنا او مع غيرهم بنلاقي مسافه بيننا وبينهم ليش؟ لأنه إحنا بنوقف على الدور هم بوقفوش على الدور، إحنا بنتفتش هم بتفتشوش، إحنا بنتعذب هم بتعذبوش. وخصوصاً بالنسبة في علاقة محبة الإنسان في بينه وبين ربنا علاقة محبة وعلاقة بغض. Love hatred. الإنسان بحب ربنا وكثير مرات ما بحبش ربنا حاشا وكلا. ليش؟ لأنه الله ما بموتش وإحنا بنموت. في المسيحية شو أساساً شو أكتر شيء بقهرنا إحنا؟ الموت ولا لا؟ المسيحية إيه صار؟ هذا الإله اللي بالسماء إيه؟ الموت. عشان هيك الصليب هي الإشارة اللي بتضل دائماً في شفايل. حتى لما نموت إيش بعيدهم شو بكون فوق رأسنا؟ الصليب. لأنه تيجي تحط فوق راسي إشارة إيش نجمة داود شو بتنفعني لما أموت؟ إنه داود هاي سيطر عمل مملكة عمل دولة شو بتنفعني إذا أنا بموت؟ عشان يهودي من مات بكلوا للمسيح آتم وهو بدين فين في القبر إن شاء الله بس بسمعش الله ينت بكلوا للمسيح آتم الحقام الأكبر أنا أبوي مهودي في بين اليهود هيك بيقولوا نعم يجي وش مشار آخر إشي كل المسيح آتي نعم. على كل حال إذن شايفين السمو الإلهي وبعدين إيش زي ما نقول بعرب الدارج التنازل مش بس حتى الموت أنو موت الموت على الصليب يا حرة مع مين الموت على الصليب يعني هاي أتعس موت إذا بقول شيشيرون هون نختم حديثنا شو بقول تترمم سوبليتشيوم تترمم سوبليتشيوم يعني أقصى عذاب وأشنع عذاب. تعرفوا إنه الرجل كان يدفن يصلب عاريا وكفي تفاصيل أكثر من هيك والمرأة كمان المصلوبة كانوا يذلوها كمان حتى أقولكم قديش كانوا يشنعوا ومين اللي اخترع عذاب الصليب الفرس وآخر ناس الرومان والإمبراطور قسطنطين احتراما للسيد المسيح لغى عقوبة الإعدام صلبا. ليش اليهود اليوم بصلبوش أبونا ولا بيشبعوا المساجين؟ أنا واحد من الناس اللي شبعت وصلوا. سنة 75. بس مش عقوبة إعدام رسمية. لا مش عقوبة إعدام. الشبع ما هو شبه صلب. طبعا. لما بخلوك 5-6 ساعات وأنت معلق في الديك ومصلوب. نعم. شو معناته؟ صلب. نعم. في مجال أسئلة؟ تفضل. نعم. شكرا أخ ساهر. تفضل. نعم.